أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. بالنسبة للشيخ المولي الشعرابي كثير معجب بكلامه وبأسلوبه، وأستطيع أن أقول أنا أيضا يعني أستمتع بالسماع إليه. فبعض العلماء أو بعض شباب العلم يقولون يعني له أخطاء فادحة في أمور العقيدة أو في أمور الشرح معاني والخواطر التي تخطر بباله. فأنا طبعا لا أشعر أنه يخطئ أو أنه يتكلم بكلام والعياذ بالله خطير أو يؤثر في عقيدة. فلو يعني كنت تعلم بعض خطبه أو دروسه وتعطينا مثل حتى مثلا في المستقبل نقيس عليه أو ننتبه أكثر، إن كان يعني لديك بعض ما تعرفه من خطبه ودروسه. أولا تمثلك تمثلي أنا أو غيري يوم أخطأت خطأك مع ذلك الهندي اللي قتلته، هل أحس أنا بالخطأ؟ لا تحس بالخطأ. ليه؟ لأنك بعيد عن لأني ما بعرف علم الطب. ها؟ نعم. مش لأني بعيد هون، أما أقول لو كنت هناك. أي نعم. نعم. إيه؟ ما بعرف أنك أنت تسبب. نعم. لأنه بجهل. وهذا مثلك أنت، لأنك لست عالما، فما تستطيع أن تميز أخطاء من يقال إنه من العلماء. لذلك الصواب أن تجمع ما كنت تعرف تهدأ بها يا أبو أحمد، اهدأ. الصواب أنك تجمع بين شعورك الذي ابتدأت كلامك به وبين ما نقلته عن بعض العلماء أو طلاب العلم. شعورك أنه أسلوبه كذاب، هو كذلك، ويمكن تشاركني أيضا في ما إذا قلت لك أن أسلوب الشيخ كشك كمان أسلوب جذاب، ولا مالك معي؟ نعم. في العامة. لكن هذا وذاك علمهما خلفي، وإن كان هذا الذي سألت عنه الشعراوي أعلى من هداك. ولذلك هداك أنا بسميه قصاص، لكن أصبح قدوة للخطباء في كثير من البلاد الإسلامية، بيحاولوا يقلدوه في أسلوب خطابه. فالشعراوي هذا هو من علماء الأزهر، علماء الأزهر علماء يعني بيدخلوا اللغة العربية وبيدخلوا التفسير والفقه التقليدي وإلى آخره، لكنهم بعيدين عن السنة كل البعد. إلا أنه فيهم ناس مخلصين إذا أتيح لهم من
ينبههم بانتبهوا. الشعراوي يبدو ليس من هؤلاء، منذ سنين صدرونا الكلام في الإذاعة، وأخذ بألباب كثير من المستمعين إليه، وكان منهم أحد أخواننا السلفيين. وهو يحكي مع شدة إعجابه به، له صاحب له سيارة أركب الشيخ الشعراوي في وصل المكان، وكان صاحبنا معه خطر فيه، وكان منهم أحد أخواننا السلفيين. وهو يحكي مع شدة إعجابه به، له صاحب له سيارة أركب الشيخ الشعراوي في وسط المكان، وكان صاحبنا معه خطر في باله خاطرة جيدة أن هذا الشيخ اللي نحن نسر بإلقائه وكلامه على الآيات وإعجاز القرآن بالنسبة لعلم الحديث، خطر بباله أنه يسأله يشوفه سلفي العقيدة ولا لا. قال له: شو رأي فضيلة الشيخ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هل يوصف ربنا بأن له صفة علو؟ فكار عليه ثورة أن الله ليس له مكان وليس له زمان، والله في كل مكان، منها الضلالة اللي تعرفها ليس في عامة المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم. فهو منحرف عن العقيدة، وكثيرا ما بيتأول فعلا الآيات بتأويل مشان تناسب مفاهيم العصر الحاضر. أما أسلوبه فالمصريين بيمتازوا فيما ظهر لي يعني على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن أسلوب الكلام، وعندهم الاستطاعة أنه يسيطروا على الناس. وشعراوي من هذا القبيل، لكن لا يؤخذ منه العلم، لأن العلم شيء والأسلوب شيء.